رانا عالقين من حوالي من مارس يعني 5 أشهر، وناس كاين اللي راحت لهم الخدمة وكاين اللي تشتت عائلتهم يعني راهم متفرقين وكاين اللي راهم في الريسك. احنا حابين نوصلوا الصوت تاعنا للسلطات المعنية بالأمر باش نطلبوا منهم يعني كجزائريين أن الدولة تحمي أولادها، ونطلبوا منهم ينظمونا رحلات على الأقل 3 رحلات في الأسبوع في اتجاه قطر إسطنبول ودبي. أن هذا المشكل ترتبت عليه معاناة كثيرة لكثير من الجزائريين. كاين أسر تفكت، خاصة كاين ناس جزائريين فقدوا مناصب العمل تاعهم، ويعني فقدان منصب العمل وما يترتب عليه من سلبيات. كاين كثير من الجزائريين راهم يعانوا معاناة كثيرة من جانب هذا، ولهذا نحن نطالب السلطات المعنية أنها تساعدنا في أقرب وقت، لأن هذه الأزمة هذه كل ما تطول راح تزيد المعاناة أكثر وأكثر، لأنه معظم العاملين هذم في خارج الجزائر عبارة عن كوادر، عبارة عن أطباء، عبارة عن مهندسين، عبارة عن عن عن, عن تقنيين إداريين، ولهذا يعني فقدانهم المناصب العمل تاعهم راح يهز قليلا الصورة هذه، وفي نفس الوقت ممكن راح يغلق فرص كثيرة راح تتاح للجزائريين آخرين أنه يروحوا يلتحقوا يشتغلوا في الخارج. حوالي الناس اللي احنا تلايمنا يعني مع بعض، رانا اسسنا جروب واتساب اكثر من 220. قمنا بعده خطوات. الخطوه الاولى كتبنا عريضه لرئيس الجمهوريه ان شاء الله تكون وصلت، وكذلك الوزاره الاولى، والعدد اللي سجل بالجوازات تاعو والدوله في بالهم فيها حوالي 139 شخص عالقين. رانا نطالبوا باش يديروا لنا على الاقل رحلات تدينا لبلداننا. رانا عائلات، خلينا ازواجنا، خلينا اولادنا، خليناهم يعني في الخارج ورانا هنا يا عالقين. يعني انا مثلا خليت زوجي في قطر وراني حامل هنايا، راني قاعده هنا، يعني ما كاين حتى هدف، يعني او الوقت تبي يروح برك، يعني انا قاعده هنايا ما عندي حتى هدف، راني حابه نروح باش نلتحق بزوجي هناك. وثاني كاين بزاف نساء خلوا اولادهم، نعرفهم، خلوا اولادهم لهيها مع ابائهم وهبطوا لهنايا وراهم عالقين ومساكن ما عندنا حتى حل.